سحر السالفة كلها الحين صارت في ملعبك. في ملعبي ازاي يعني؟ يعني دامك اقتنعت ووافقت انك تتزوجيني تقدرين تقنعين اهلك انهم يوافقون. انا اللي اقنعهم؟ معقولة تبين انا اروح بنفسي يمكن انطرد ولا انهان ولا يصير شيء ما له داعي؟ ما عاش ولا كان اللي يطردك. فهميني سحر، انا ما ابغى اروح اتكلم معاهم واتوقع انهم بيطردوني على طول، فتكلمي معاهم، افتحي الموضوع، مهدي، يعني ممكن يستعدون. حاضر، طلباتك أوامر. ما يمنع لك أدو سحر. سم سم الله أدوك. أبيك ترجعين البيت الحين. في شي ضحك؟ إيه أغار وبقوله ما بستحي منك، أغار عليك. من اليوم رايح ما في قاعدة لحالك هنا. إذا أنا موجود تقعدين معي، وإذا ماني موجود أبيك داخل البيت على طول. يلا توكل على الله. حاضر، تصبح على خير. وانت من الخير، تفضلي.